صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات في قصة الإسراء والمعراج وأنه رأى الأنبياء عليهم السلام، فهل بعثوا من قبورهم ثم عرج بهم إلى السماء؟ وهل بعث بعد رؤيته لهم أرجعهم الله إلى قبورهم؟ هذه أمور لا ندخل فيها، نصدق بما أخبر به صلى الله عليه وسلم ولا لنا شأن، الله قادر على كل شيء فلا نبحث في هذه الأمور، وليس لنا فائدة من وراء ذلك. نعم.